السلام عليكم حنيناتي والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا وصفة زوينة بزاف لتبييض اليدين، وكذلك خاصة بالتقشير. يعني غنعطيكم جوج ديال الوصفات، وحدة غادي نحيدوا بها كاع الجلد الميت اللي كيعطينا دوك تصبغات في اليدين، وكذلك غنعطيكم وصفه للتبييض، وغنذكركم بواحد الوصفه اخرى سابقه، ونعطي نصائح بالنسبه للبنات اللي عندهم المشكله ديال العروق باين ليهم في اليديدات ديالهم. طبعا ماشي يعني بهذه الطريقه اللي كتكون عاديه، كتشوفي العروق عادي بطريقه عاديه، لا هما كيكونوا دوك يعني العروق كيكونوا بارزين بزاف بزاف. طبعا حتى العامل ديال الاعصاب كيكون ليه دور كبير في هذا الشيء، الا كانت مثلا كتعصب ولا فكيكون ليه دور كبير. وكذلك بعض البنات اللي بغاو اليدين ديالهم يكونوا رطبين يكونوا بيضين، ولكن كيغسلوا المعينات بلا ليغات او الكوينتي او الصبايات، كل واحد شنو كيسميهم. فهذاك المنتج باش كنغسلو المعينات راه كله مواد كيميائيه اللي كتاثر على البياض ديال اليدين، يعني ما كيبقاوش بيضين وما كيبقاوش رطبين. فبالنسبه للمات اللي كانوا متبعيني من قبل على القناه، مني كنت كنحط لكم اليوميات والروتينات والنشاط حتى شاط، فغادي يلاحظوا دائما وقت ما عملت معكم روتين غتشوفوا معايا دائما واحد الكريم انا حاطاه في المطبخ، ما كيخرجش من المطبخ، مني كيكمل كنشري كريم اخر، فكيكون لترطيب اليدين. ومع ذلك انا راني كنت كنغسل يعني المعينات كنغسلهم دائما، يعني كنستعمل الصبعيات باش نحافظ على اليديدات ديالي، وكذلك على الرطوبيه ديال اليدين بالنسبه لهذاك الكريم. طبعا هذه نصيحه من وزاره الصحه. فاليوم اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نبداو بواحد القماش زوين بزاف ما فيهش الزيت، لان خايفه خايفه طبعا بعض الحادقات اللي غيتابعوني وغادي يشوفوا الوصفه ويستعملوا الزيت. اما راه حتى هذاك القماش اللي فيه الزيت راه زوين، ولكن يستعملوه مثلا هذا القماش بنهار ويخرجوا يضربهم الشمس ونزيدوا الطين بله ويكحلوا اليدين، لان الا استعملنا الزيت خاصهم يتغسلوا مزيان مزيان ويتنشفوا ويترطبوا وتبقاي في الدار. وانا كتستعمليها بالليل، لهذا انا ما غاديش نستعمل الزيت اليوم، ما غاديش نستعملها. فغادي ناخذ البرتقال، شوفوا معايا غادي نجيب واحد البرتقاله، ليمون، المهم برتقال ماشي الليمون، بعض الناس كيسميو الليمون كيسميوه الحامض او القارص كما كيسميوه الجزائريات، لا انا غنستعمل البرتقال. غادي تاخذوا برتقاله كامله، تكون يعني صغيره الحجم ولا متوسطه حسب الرغبه ديالكم، وغادي تاخديها وغادي تقطعيها بالقشور ديالها بكلشي بالليليها، يعني كلشي 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 زوينه هاد بالليليها. فغادي توضعوها في المطحنه الكهربائيه. طبعا الا كانت هذيك المطحنه الكهربائيه عندكم حافيين ليها السنينات زيدوا شويه ديال الماء باش تطحن ليكم، الا كانت المهم جديده راه مزيان، اهم حاجه انها طحنوها مزيان حتى تكون بحال هكذا، ما لينا غرض بالعصير ديالها حيدوا منها داك العصير شربوه ولا خليوه مثلا لشي وصفه اخرى، ولكن حنا غرضنا بهاد القشور هادو. وغادي نستعمل كذلك السكر الناعم او سكر حبيبات، عفوا حبيبات، اللي كيكون ناعم بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، ها هو باش نصاوبوا واحد القماش. ثم غادي نمروا الى واحد الوصفه زوينه لتبييض اليدين، وغنذكركم بواحد الوصفه اخرى زوينه بزاف والله يا البنات، الا استعملتها غير اليوم في الصباح او الثاني ليديداتي ما شاء الله، واحد الوصفه زوينه، وقلت لكم راني غنحتفظ بها نبقى نستعملها، راها زوينه زوينه بزاف. فغادي ناخذ واحد الكميه اللي غادي تكفيني اليدين، تقريبا هنا عندي ملعقه كبيره وملعقه صغيره من السكر. يا لهوي، المهم الحاله اشتغلت. فاش غادي ندير؟ غادي ناخذ هذا القماش هذا وغادي نوضعه على اليدين بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. طبعا كوني في كامل الراحه النفسيه ديالك ياكي، واهتمي براسك، فما تبغيش يعني خصوصا بعض البنات اللي كيقولوا ما عنديش الوقت، انا عندي الوليدات ما خلاونيش الوليدات نديها في راسي ما عرفتها شنو، ديروا وقت لراسك واحد سويعه لراسك نص ساعه، لا لا ما قلناش ليك كاع ساعه، نص ساعه راه غادي تكفيك، ديري شي حاجه لوجهك، ديري شي حاجه لديداتك، اهم حاجه ما يفوتش النهار الا ما استعملتيش شي وصفه سواء اليدين ولا الجسم ولا تهلاي في راسك، تهلاي في راسك، ما تخليش راسك تكبري. طبعا
اي عمر راه عنده الحلاوه ديالو، ولكن ماشي انت تهملي ليا في راسك وكتشوفي شي وحده في نفس العمر ديالك مثلا تقولي ما فيها حتى تجعيده، اي وجهها كيمجبد، حيت مديها في راسها ما عرفتيش، حيت هي مديها في راسها، ما عطاني شي بنات عطاني غيضحكوا. المهم هذه هي الطريقه، ما تحقروش هذه الطريقه يا البنات، طبعا نتوما غادي تبقاو هكذا شي 10 ديال الدقائق، ما تقوليش مثلا لا يعني لان عاده الوصفه ديال التقشير خاصها تكون حرشه شويه، لهذا هذه ما درتهاش انا حرشه بزاف بزاف، لان بعض البنات عندهم البشره ديالهم حساسه وانا كذلك البشره ديالي حساسه، فغادي تبقاو بحال هكذا، غادي تعملوا بحال الشكل ديال التقشير، واللي عندهم هاد البلايص هادو يعني فيهم السواد كذلك غتعملي هذه الطريقه بحال هكذا، ثم غادي نغسلوا اليدين ديالنا بالماء فقط، ثم غادي نرجعوا نجمع بعد هاد الروينه ياك، ثم غادي نرجعوا نصاوبوا الوصفه الثانيه الخاصه بالتبييض. وبالنسبه للوصفه الثانيه طبعا هذا هو الشكل ديال اليدين ديالي بعد ما غسلتهم، كما تشوفوا راه باقي فيا البقايا ديال البرتقال، لاني قلت لكم غسلتهم غير بالماء فقط، عرفتوا الماء غتحسوا ما شاء الله بواحد الرطوبيه تبارك الرحمن، وغادي تحسوا فعلا ان اللون راه بدا يعني كيولي اللون ديالي ديكم فاتح، فما بالك الا استعملتوا هذه الوصفه كذلك. فالوصفه غادي تعمل لينا على انها تحيد لينا دوك التجاعيد اللي كيكونوا في اليدين، لان بعض البنات عندهم المشكله كذلك ديال التجاعيد في اليدين، راه هذه الوصفه زوينه زوينه بزاف، كنتمنى فعلا انكم تجربوها، وغادي تعمل كذلك على ترطيب اليدين والتبييض، يعني فيها بزاف ديال الخصائص. فاول مكون معنا غادي نستعملوا زريعه الكتان اللي غادي تكون مطحونه، طبعا هذه الوصفه حصريه لقناتنا ابداعات نهالي النواعم، فغادي نستعملوا زريعه الكتان، هيا البنات ما محمصه ما والو، زريعه الكتان غادي تجيبيها وغادي تطحنيها، وغادي نحتاجوا الى ماء الورد، ماء الورد طبعا غنعطيكم اليوم واحد المعلومه على ماء الورد ان شاء الله بفيديو قادم على الوجه، ضروري خاصكم تعرفوها لان مهمه بزاف. وغادي نحتاج الى المايزينا، عندي هنا ملعقه كبيره من زريعه الكتان او بزر الكتان مطحون، فغادي نضيف تقريبا ملعقه اخرى كبيره من المايزينا، راه هاد الوصفه هادي دابا غنستعملو لليدين، راه تقدروا انكم كذلك تستعملوها للوجه لانها فعلا زوينه بزاف. يا لهوي تي عمرت الدنيا بالمايزينا، ما هذا مهمه علينا. هاني رجعت معكم، ثم غادي نبقى نضيف ماء الورد شويه بشويه حتى نمزج كل هاد المكونات، ونعملو واحد الخلطه ديالنا، واحد الخلطه زوينه زوينه بزاف بزاف، وكتليق حتى للوجه يا البنات، استعملوها للوجه البنات اللي عندهم تجاعيد، فاستعملوها راها زوينه وغادي تصفي لكم الوجه ديالكم، راها زوينه رائعه رائعه جدا. نبقى المهم نخلط هذه المكونات هكذا حتى نحصل على واحد القوام اللي غادي يكون كريمي، ثم غادي نرجع معكم. هذا هو القوام المطلوب كما كتشوفوا معايا، على شكل يعني كريمي، غادي توضعوها على اليدين بحال هكذا، يعني بحال الشكل ديال واحد الماسك، غادي توضعوه على اليدين بهذه الطريقه، ما تعملوش يعني ما تقرزيش ما ديريش شي طبقه تكون رقيقه بزاف وتقولي وما عطاتنيش نتيجه، بحبحي بحبحي يا اختي بحبحي. ندير واحد الكميه تكون معقوله بحال هكذا، بحال هكا، ونفس الطريقه اللي بغيتو انكم تستعملوها للوجه، طبعا خاصني الاستعانه بصديق باش نهز هاد اليد الاخرى ديال التريكو. الطريقه المهم غادي توضعوها على اليدين وغادي تخليوها لمده 20 دقيقه، من بعد مرور 20 دقيقه ماشي غادي تمشيو تغسلوها بالماء، غادي تعملوا يعني واحد التدليك عكس عقارب الساعه، وغادي يعني تحيدوها بحال اش غنقول لكم بحال الشكل عاوتاني ديال التقشير، ولكن المهم راها غادي تحيد لكم كل التصبغات الموجوده باليدين، وكذلك غادي تلاحظوا ان اليدين ديالكم بيضوا، وكذلك ان التجاعيد اللي في اليدين راه يعني خفت، ومع المداومه غادي تلاحظوا انها اختفت تماما. وبنفس هذه الوصفه بامكانكم تستعملوها للوجه، طبعا اللي فيها البرتقال الاولى بلا ما تستعملوها للوجه الا عندكم حساسيه من البرتقال، طبعا انا صراحه البشره ديالي حساسه، ولكن البرتقال كيوافقني الحاجه الوحيده اللي كنصحكم يا البنات ما تستعملوهاش ابدا في وصفات التجميل،
هي الحامض او ما يسمى بالقارص. راه النتائج ديالو في الاول غادي يعجبوكم، ولكن من بعد راه كيدبغ اللحم واللحم ديالكم، وكتوليو يعني واحد البشره في الشكل اش غنقول لكم، البشره ديالكم غادي تكحل وغيوليو فيها الطبايع. المهم انا غنبقى واحد 20 دقيقه ثم غنغسل يدي ثم نرجع معكم ونوريكم واحد الوصفه اللي بغيت انني نذكركم بها وتستعملوها ان شاء الله. هما اليدين ديالي البنات بعد ما غسلتهم كما كتشوفوا معايا، يعني ترطيب ما شاء الله، وصراحه الوصفه بيضتهم لي اكثر واكثر ما شاء الله تبارك الرحمن. غادي تحصلوا على واحد النتيجه توب ديال توب، كنتمنى فعلا انكم تجربوها. طبعا هاد شويه هذا راني ما غاديش نضيعه، غنزيد ليه مازال، لان كما كتشوفوا معايا قصح شويه، لان زريعه الكتان راه كتشد شويه بحالها بحال الشكل ديال الحلبه، يعني من بعد ما تخليوها شويه راه كتشد. غنزيد ليه شويه ديال ماء الورد وغنوضعه، ساطلسه الى وجهي. وهذا هو الكريم اللي بغيت انني نذكركم به، راه سبق وصوبته معكم على قناتنا حموموشه تي في، رائع رائع جدا. غادي نخلي لكم الرابط ديالو باول تعليق مثبت باش تشوفوه. هذا الكريم اش غنقول لكم، روعه بمالي الكلمه من معنى. عرفتوا يا البنات انا هملت يدي تقريبا نقول لكم يومين ما استعملتش ليهم الوصفات نهائيا، وكنت كنخرج وصراحه كانت عندنا هنا الحراره شويه والشمس حاره، فخديت هذه الوصفه هذه واستعملتها على اليدين وعلى الرجلين. عرفتوا حيدت لي كاع الجلد الميت، يعني وضعتها وخليتها واحد شويه وبقيت كنعمل هذه الحركات بحال هكذا. عرفتوا داك الجلد الميت كيكركر كيكركر يعني كيطيح واللون ديالو في الشكل، يعني غتغسلوا يديكم وغتلاحظوا فعلا انها وغتلاحظوا فعلا ان اليدين ديالكم ولاو صافيين ما شاء الله. كنتمنى يا رب يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، ولا عندكم اي غزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا انا ميلكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات وتبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. ولا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات حطوا لي لايك باش نعرف، وما تنساونيش بشي دعوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ما تنساوش الكريم راه باول تعليق.